عندنا مكعبات من البطاطس، عندنا كوبايه لبن، عندنا شرايح من البصل الابيض، زبده، شبت، بابريكا، كركم، صلصه، ذره، طماطم تشاري، وكمان ليمون. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنحط البطاطس كده المكعبات، اوكي، معاها هتتسلق في لبن بقى مش في ميه، هنسلقها في لبن. خلاص، معاها مكعبين من الزبده، رشه ملح وفلفل اسود، واسيبها لحد ما تستوي. طيب هنا عشان بس ابقى ايه صريحه معاكم، انا سلقتها نص سلقه بالميه قبل ما نطلع الهوا. ليه؟ عشان بس هي هتاخد في سوى اللبن على الاقل تلت ساعه، وانا خفت صراحه ما تستويش، فعشان كده انا عملت كده. لكن احنا في البيت هنجيب البطاطس نقطعها مكعبات، نحطها مع كوبايه لبن، نسيبها لحد ما تستوي. عايزه اقول لكم طعمها خطير، احلى يعني احلى بطاطس بوريه ممكن تدوقها. هنعمل ايه هنا بقى؟ دي بطاطس بوريه ممكن تتعمل كده زي لوحدها كده مع كريمه وجبنه، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنحط بصل، ماشي، بصل شرايح كده، مع حبه زيت حلوين، ونقلب، وهنسيب البصل لحد ما يبقى لونه لون الكراميل، ماشي اهو. يعني اول ما البصل يبقى لونه ذهبي هحط هنا اللبن. صراحه ايه ممكن استغل حاجه، انا جايبه الذره هنا تاخد كده نكهه من البصل، وبعدين هشيل الذره. حط ملح، انا عايزاه طري شويه يعني بصوا هبتدي دلوقتي احط له الزبده، ابتدى خلاص البصل لونه يقلب اللي هو داخل على الشفاف ده. الذره والطماطم احنا هنشيلها من البصل، انا بس عايزه ياخد النكهه بتاعته. بصوا بقى البصل، وسبت له كده شويه طماطم تشاري، ابتدي احط البطاطس. لا، قبل ما احط البطاطس احط البابريكا، كركم، الشبت، الصلصه. خلاص، يبقى البصل وطماطم شيري كده شويه، حطيت الكركم، البابريكا، الشبت، الصلصه. كده نهرسها كويس قوي قوي، واحنا بنهرسها بقى نحط بصل يتهرس معاها، البطاطس، الزبدة، تبقى مهروسة كويس قوي.